لو الحكايه فيها ان فيتو فين كنت طالع اصل خد اشربهم عارفين ان ابن مات واخدين هدوم الحراميه ولا الحراميه ولا بتبعتوا لي نوريه بتبعتوا لي لو تقول لي تعالى يا ولاد عشان تغرقوه عشان تموتوه يا قالوا بياخد الهدوم ويخبيه وعارف وانا شويه نسوان انك يا الجبنا يجبنا كوبايتين عصير ولا خد اشربه عشان قلبكم ناشف وربنا يطمنكم عليهم تعرفين ان هو فين ونروح الاسم ده ونيجي عليهم ونروح المستشفى ده ونيجي عليهم ما يقولناش ولا يقول لي روحنا عشان تضيعوا ده ابوه حرام عليك وده ابوه طالع خيبان من الجيش مطلعينه عيال باصحابه هو بيلال ومربيهم بالدم بعتك من جداتي ده انا صحتي راحت وبقول ده عوضي ده عوضي وسند اللي هيبقى قدامي لكن ما ينفعش يخش كده مع لا 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 اصل هو بيقول لك جه من البلد لا 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 بلد ايه ومين اللي كان بيدول معاك مين اللي كان بيدول معاك دي غلط في ايه غلط في ايه غلط انا غلط يا عم مين اللي غلط انا 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 خف ورد شركة أكاديمية إيه دي؟ بس مش هنسيبه خلاص نروح نحطه في التراب وخلاص على كده هموت ايوه كده يعني هو هيجيبه موت اللي موت ما حدش عبرنا في الاكاديميه عندك يا خلاص تعال وعارفين ولاد الكف واحد ناقص معاه فين هدومه المسؤول انا بقول فين المسؤول خدوا هدومه في العربيه ومشي ولاد الكف ما صابوش هدومه حتى كانوا برموهم اربعات انا بقول لهم الصمت والله طب انا عايز اعرف اسمه ايه قالوا لي اسمه ملحم مش قايل معايا بقى ولا بيقول معايا حاجه امال هو التليفونات ما بتردش ليه عشان مخبيين خدوا هدومه بكارنيه وبحاجاته خبوها في